بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، إذا سنتطرق اليوم إلى ملف النقل الحضري، مثال مدينة الدار البيضاء ومدينة القاهرة، الذي يعتبر الملف الأول ضمن المجزوءة الثانية من مكون الجغرافيا. وسنتناول هذا الملف وفق التصميم التالي: أول شيء سنتعرف على أهداف التعلم، ثم بعدها سنتعرف على أو سنقدم تمهيدا إشكاليا لهذا الملف، ثم بعدها خصائص الانفجار الديموغرافي بمدينتي الدار البيضاء والقاهرة وانعكاساته، ثم خصائص النقل الحضري بالدار البيضاء ومظاهر الأزمة به، ثم كعنصر خامس خصائص النقل الحضري بالقاهرة ومظاهر الأزمة به، ثم كعنصر سادس وأخير هو التدابير المتخذة لمعالجة أزمة النقل بالمدينتين، وبعدها خاتمة. إذا بالنسبة للأهداف ديال التعلم، فكما عهدنا فإننا نعمل على تقديم أو شرح أهداف التعلم لما لها من أهمية في فهم الدرس أو أيضا الملف. إذا بالنسبة لأهداف التعلم التي نرغب أو نطمح في الوصول إليها، أن أول هدف هو التعرف على مظاهر الانفجار الديموغرافي والحضري بالمدينتين. ما هي مظاهر؟ أين يتجلى لنا الانفجار الديموغرافي والحضري بالمدينتين؟ هل هناك أرقام تبين ذلك؟ هل هناك معطيات ومؤشرات تبين لنا بأن فعلا المدينتين تعيشان على وقع انفجار ديموغرافي وحضري يعني كبير على مستوى هاتين المدينتين؟ ثم بعدها الهدف الثاني أو التعلم الثاني: تشخيص أزمة النقل الحضري بكل من الدار البيضاء والقاهرة. عندما نتحدث عن التشخيص، نتحدث عن كشف أو الكشف عن مواطن القوة ومواطن الضعف بالنسبة لشبكة النقل الحضري بكل من الدار البيضاء والقاهرة، ليس فقط الكشف عن المشاكل، ولكن دائما الكشف عن العناصر أو مواطن القوة ومواطن الضعف بالنسبة لأي عنصر نعمل على تشخيصه. ثم كهدف تعلمي ثالث: الإحساس بحجم المشاكل التي يعيشها النقل الحضري في المدن وعلاقتها بالانفجار الحضري. إذن كيف يمكن أن نستنتج بأن أي مدينة يتطور عدد سكانها فهي ستتجه نحو ماذا؟ نحو مشاكل تهم النقل الحضري بالأساس على مستوى أي مدينة، كيفما كانت، خصوصا ببلدنا أو ببلدان أخرى مشابهة من حيث الخصائص الاقتصادية والخصائص الأخرى المرتبطة بالتطور الحضري. ثم العنصر الأخير أو الهدف التعليمي الأخير: التعرف على أهم التدابير المتخذة لتجاوز مشاكل النقل الحضري. بعد تشخيص الأزمة أو بعد تشخيص قطاع النقل الحضري، سنتعرف على أهم التدابير المتخذة من طرف حكومتي البلدين ولا مسؤولي هاتين المدينتين لتجاوز مشكل النقل الحضري. إذا الآن بخصوص العنصر الأول هو التقديم الإشكالي، لدينا التقديم الإشكالي كما هو مبين أمامكم. تعيش مجموعة من المدن العربية على وقع أزمة في ميدان النقل الحضري، والتي تتجلى مظاهرها في عدة أمور من بينها: الازدحام والطلب المتزايد على وسائل النقل العمومي الحضري. وتعتبر مدينتي الدار البيضاء والقاهرة من ضمن المدن التي تعاني من مشاكل النقل الحضري، والتي تتجسد في عدة مظاهر، وتعود أسبابها إلى عدة عوامل، مما جعل هاتين المدينتين أمام ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة هذه الأزمة. إذا فما هي انعكاسات الانفجار الديموغرافي على مدينتي الدار البيضاء والقاهرة؟ وما مظاهر أزمة النقل الحضري بهاتين المدينتين؟ وما أهم التدابير المتخذة لتجاوز هذه الأزمة في كلتا المدينتين؟ إذا بخصوص المقطع التعلمي الأول، هنا كعنوان لهذا المقطع: الانفجار الديموغرافي بالقاهرة والدار البيضاء وانعكاساته. أول شيء سنتعرف على خصائص الانفجار الديموغرافي والحضري بكل من الدار البيضاء والقاهرة والعوامل المفسرة، أين يتجلى لنا الانفجار الديموغرافي والحضري بكل أو بكلتا المدينتين.
إذا عندنا يعني الملخص صغير، عرف سكان الدار البيضاء والقاهرة نموا ديموغرافيا سريعا في الفترة ما بين 1900 و2005، فبعد أن كان سكان الدار البيضاء سنة 1900 لا يتجاوز 250 ألف نسمة، انتقل هذا العدد إلى 4 مليون نسمة سنة 2008. نفس الشيء بالنسبة للقاهرة، فبعد أن كان عدد سكانها لا يتعدى 500 ألف نسمة في مطلع القرن العشرين، وصل إلى 11 مليون نسمة سنة 2005. إذا وذلك ما يوضحه المبيان أمامكم، الذي يوضح لنا مبيان تطور عدد سكان مدينتي الدار البيضاء والقاهرة. لاحظوا أن التطور اللي هو سريع، خصوصا بالنسبة لمدينة القاهرة. نفس الشيء بالنسبة للدار البيضاء، ولكن بشكل أقل يعني سرعة من نظيره بالقاهرة. إذن هذا هو خصائص الانفجار الديموغرافي. إذن ما دام أن هناك انفجار وتسارع في تزايد عدد السكان، إلا وسترافق أو سيرافق الانفجار الديموغرافي، وبالتالي سترتب عنه مشاكل يمكن أن تكون في نهاية المطاف عبارة عن أزمة، اللي هي أزمة النقل ولا مشاكل النقل الحضري. الآن بخصوص العوامل المفسرة للانفجار الديموغرافي والحضري، السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي العوامل التي جعلت من القاهرة والدار البيضاء تعيشان على وقع مجموعة أو على وقع أزمة نقل حضري؟ ما هي العوامل التي تفسر هذا التزايد الكبير، سواء للسكان ولا لتوسع المجال الحضري؟ إذا سنفصل بين المدينتين، مدينة الدار البيضاء والقاهرة، وسنبدأ بمدينة القاهرة. إذا من ضمن العوامل التي تفسر ذلك هو التزايد الطبيعي في القاهرة، حيث أنه انتقل من ماذا؟ من 1.2% إلى 1.9% ما بين 1927 و1937، نتيجة لاعتبار الأطفال قوة عمل إضافية. إذا هناك زاوية نظر التي تجعل من الأطفال ومن المواليد قوة عمل إضافية بالنسبة لأسرهم. فهم إذا هذا تفسير، يعني ما الذي يفسر تزايد ولا إقبال سكان ديال العالم الثالث إن شئنا، يعني أو إن صح التعبير، على الزيادة والرفع من عدد المواليد؟ هو ماذا؟ هو اعتبارهم قوة عمل إضافية. أو التفسير الديني مثلا، الذي يفسر مثلا أن مثلا التكاثر أو الجانب الديني يلح أو يشجع على مدى على التكاثر وزيادة الزيادة في النسل. هذا في بالنسبة للعامل الأول. ثم العامل الثاني: الهجرة القروية من الأرياف نحو المدن. 40% من سكان القاهرة جاءوا من الأرياف. ركزوا معي على هذا 40%. لماذا؟ لأن الهجرة القروية هي عنصر مهم، وفي الدرس السابق أو الذي يسبق هذا الملف عندكم درس ديال العلاقة بين الأرياف والمدن في العالم العربي، أو ما يسمى بترييف المدن. يعني هناك تصرفات، هناك سلوكات نقلت من المجال الريفي واستقرت بالمجال الحضري، وبالتالي انعكست الأمور أو قلبت الأمور. لم نعد نتحدث عن تمدن، وإنما أصبحنا نتحدث عن ترييف المدن. إذا بما أن القاهرة استقبلت حوالي 40%، ملي تنقول مثلا بأن عدد سكان القاهرة اليوم يعني تقريبا واحد 10 مليون 11 مليون نسمة، فإن 40% من هذا السكان، يعني تقريبا 4 مليون من سكان القاهرة، جاءوا أو قدموا من الأرياف. نتيجة لماذا؟ لكون القاهرة لديها مجموعة من العناصر ديال الجذب ديال واستقطاب السكان. ثم العامل الثالث: تأثير المهاجرين بمظاهر أو تأثر المهاجرين عفوا بمظاهر الحياة على مستوى دول الخليج المهاجر إليه. يعني بعد عودة هذه المهاجرين، ونعلم بأن الرواتب التي يتقاضاها الأجراء على مستوى دول الخليج هي رواتب مرتفعة، وبالتالي فهم يقدمون أو يعودون إلى بلدهم وطنهم الأصلي وهو مثلا مصر، وبالتالي يفضلون الاستقرار بالمدن. لماذا؟ لأن عندهم واحد القدرة مادية لدخول غمار المدينة. إذا هذو هما العوامل الثلاثة التي يمكن أن نلخص انطلاقا منها أو نفسر انطلاقا منها الانفجار الديموغرافي والحضري بالقاهرة. أما بالنسبة للدار البيضاء، أول عامل هو الأهمية التجارية لمدينة الدار البيضاء. هل الأهمية جعلت منها عنصرا مستقطبا للسكان؟ ثم
استقطاب اليد العاملة نتيجة لتوفر الأنشطة الاقتصادية دائما. لماذا؟ لأن تنعرف بأن الدار البيضاء هي العاصمة الاقتصادية لبلدنا، وبالتالي فهي تستقطب دائما السكان، يعني الكل يتهافت على الذهاب نحو الدار البيضاء. لما يتوفر من عدد مهم من فرص العمل. ثم العنصر أو العامل الثالث والأخير، الوظائف الاقتصادية للدار البيضاء بعد الفترة الاستعمارية. ونعلم جيدا بأن الدار البيضاء لم تأخذ وظيفتها الاقتصادية إلا بعد الفترة الاستعمارية، حيث تم إنشاء الميناء ديال اليوتي، ويعني هذه الأمور كلها جعلت من الدار البيضاء ومن الشريط الساحلي ديال الشمال والشمال الغربي يعني شريطا ساحليا مهما من الناحية الاقتصادية، اللي من ضمنه أو الذي تعتبر الدار البيضاء يعني مركزا لهذا الشريط الساحلي الذي يلعب أو يؤدي وظائفا اقتصادية مهمة. إذا هذا بالنسبة للعوامل. الآن ننتقل إلى عنصر ثاني، اللي هو الانعكاسات ديال الانفجار الديموغرافي لكل من القاهرة والدار البيضاء. يعني بعد أن أجبنا على الخصائص، ما هي خصائص الانفجار الديموغرافي؟ أي من أين تتجلى أو أين يتجلى لنا الانفجار الديموغرافي والحضاري في الدار البيضاء وفي القاهرة؟ يتجلى فيما ذكرناه وما رأيناه فيما يخص الأنميبيان السابق. ثم نفس الشيء بالنسبة للعوامل في تلك الخطوط. الآن سنتطرق إلى انعكاسات الانفجار الديموغرافي بكل من القاهرة والدار البيضاء. ما الذي ترتب أو ما هي يعني النتائج المترتبة عن الانفجار الديموغرافي بكل من القاهرة والدار البيضاء؟ هذا العنصرين سنتناولهما بشكل عام، يعني لن نفصل بين الانعكاسات بالدار البيضاء والانعكاسات بالقاهرة لأنها متشابهة في الغالب. إذن عندنا انعكاسات الانفجار الديموغرافي. اول انعكاس عندنا الانعكاسات الاقتصاديه، عندنا سياده الاقتصاد الغير المهيكل، التفاوت بين التزايد الديموغرافي والتطور الاقتصادي، ارتفاع نسب البطاله، عدم اسهام القطاع الغير المهيكل في النمو الاقتصادي. لماذا؟ لان الاقتصاد الغير المهيكل هو ماذا؟ هو اولئك الاشخاص الذين يقدمون الى المدينه لا يجدون وظائف، وبالتالي يتصرون الى الممارسه او الاشتغال في القطاع الغير المهيكل. ثم التفاوت بين التزايد الديموغرافي والتطور الاقتصادي، يعني مثلا ملي تنقولوا التوسع ديال المدينه فهو توسع منظم مخطط له، وبالتالي عندما يقدم عدد كبير من السكان فده المدينه لا تقوى على ايواء كل ذلك تلك الوفود التي تاتي الى المدينه. ثم عنصر اخر هو ارتفاع نسب البطاله. لماذا؟ لان المدينه لا تقوى على خلق فرص شغل كافيه، بحال مثلا ملي تنقولوا بان القاهره 4 المليون نسمه قدمت من الارياف، وبالتالي لا يمكن لمدينه القاهره ان تخلق وظائف كافية بالنسبة لهذا العدد الهائل من السكان. نفس الشيء بالنسبة للدار البيضاء. ثم عدم إسهام القطاع غير المهيكل في النمو الاقتصادي. لماذا؟ لأنه غير مسجل وغير مصرح به فيما يخص يعني الأداءات الضريبية. إذا عندنا مجموعة من النماذج التي تبينها هذه الصور، الصورة أمامكم توضح ذلك. الآن بالنسبة للانعكاسات على المستوى الاجتماعي، انتشار مظاهر الفقر بكلتا المدينتين. لماذا؟ لأن عندنا ارتفاع ديال البطالة، ودائما نعرف متى الأوضاع المادية والاقتصادية بالنسبة للأسر تؤثر على مستواهم وظروفهم المعيشية ولا الظروف الاجتماعية. ثم ظهور انحرافات ومشاكل اجتماعية، الإجرام الأمية. لماذا؟ لأن هاد المهاجرين يستوطنون أو يستقرون بجنبات المدن، جنبات ولا هوامش ديال المدن لا تتوفر على الخدمات الأساسية، وبالتالي فانتشر الإجرام وتنتشر الأمية، وبالتالي الانحرافات ومشاكل الاجتماعية تتزايد بشكل حاد. ثم عدم كفاية الخدمات الاجتماعية، المدارس والمستشفيات، أشرنا إلى هذه المسألة. الضغط على البنية التحتية، الطرق، شبكة الماء، الصرف الصحي. لأن يعني ملي تكون عندنا تخطيط لمدينة معينة فيكون التخطيط على حسب ماذا؟ قدرة إيوائية ولا طاقة استيعابية اللي هي محددة. وعندما يتزايد العدد فإن الضغط يكون على البنية التحتية التي لا تتحمل هذه المسألة في فترة ولا في واحد يعني عندما تصل إلى حد معين. وعندنا نماذج ديال هذه المسألة، ونلاحظ مثلا على مستوى الدار البيضاء أن يعني الأحياء ديال الصفيح على مستوى أو على هوامش ديال مدينة الدار البيضاء. الآن بالنسبة للانعكاسات على مستوى الجانب الخاص بالنقل العمومي، عدم كفاية وسائل النقل العمومي. لماذا؟ لأن عندنا واحد التزايد ديال عدد السكان، يعني هناك ضغط كبير، العرض يعني قليل بالمقارنة مع الطلب على وسائل النقل العمومي. ثم تردي جودة خدمات النقل العمومي. لماذا؟ لأن عليهم ضغط كبير، إقبال السكان على استعمال وسائل النقل الخاصة
عندما يقبل الأشخاص على استعمال وسائل النقل الخاصة، فإن ذلك سيؤثر على مدى عن الاكتظاظ والازدحام على مستوى المدينة، ونعرف يعني ماذا سيترتب، ما الذي سيترتب عن هذا العنصر. ثم اكتظاظ الشوارع واختناق حركة المرور، خصوصا في أوقات التروية، هي مثلا من الساعة 8 أوقات الذهاب إلى العمل أو أوقات العودة من العمل. إذا ونلاحظ من خلال الصورة مثلا على مستوى الدار البيضاء، هناك يعني عدد كبير، إقبال كبير بالنسبة للسكان على وسائل النقل العمومي. ثم صورة أخرى توضح لنا مدى يعني أن مثلا الدار البيضاء تعيش على وقع ديال عدم كفاية وسائل النقل العمومي. نفس الشيء بالنسبة لشوارع ديال الدار البيضاء، نلاحظ مثلا أن استعمال ديال وسائل النقل الخاصة يؤدي إلى اكتظاظ ولا توقف شبه تام بالنسبة لحركة المرور على مستوى يعني الطرقات والشوارع. الآن انعكاسات الانفجار الديموغرافي على مستوى التوسع المجاني والبيئة، عندنا توسع المدن بطريقة غير مخطط لها. لماذا؟ لأن هناك إقبال كبير للسكان أو للمهاجرين على تلك المدن. ثم انتشار الأحياء العشوائية، لماذا؟ لأن أولئك المهاجرين من الريف ليست لديهم القدرة المادية لدخول وسط المدينة ولا اقتناء عقار ولا سكن على مستوى وسط المدينة. تزايد الطلب على العقار والتوسع على حساب الأراضي الفلاحية. عندما يرى المنعش العقاري بأن هناك طلب كبير على العقار، فإنهم يقبلون على مدى على توسيع الأراضي أو المنشآت العقارية على حساب الأراضي الفلاحية. ثم تلوث الهواء والبيئة الحضري عفوا من جراء التزايد الديموغرافي وتراجع المساحات الخضراء. نلاحظ ذلك، عندنا واحد التوسع ديال البناء ولا الزحف العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، أراضي خضراء. ثم دائما عندنا الأشكال ديال العشوائية التي تحيط بجنبات مدينة الدار البيضاء. إذا ننتقل إلى المقطع التعليمي الثاني، خصائص النقل الحضري بالدار البيضاء ومظاهر الأزمة به. أول شيء سنتعرف على وضعية النقل الحضري بالدار البيضاء. بالنسبة لوضعية النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، أنها تعد وسائل النقل العمومي في الدار البيضاء الأكثر استعمالا، حيث تشكل ما نسبته 57% من مجموع وسائل النقل المستعملة بالعاصمة الاقتصادية، والتي تتنوع كالتالي: سيارة الأجرة الصغيرة 53.2%، سيارة الأجرة الكبيرة 37.1%، حافلة شركة النقل الخاصة 6.6%، حافلات الوكالة المستقلة للنقل الحضري 2.3 عفوا في المئة. الجدول يعني جانبا يوضح لنا نفس الأرقام، ثم الأعداد ديال وسائل النقل العمومي، ثم عدد المستعملين بالمليون، يعني عدد الركاب. مثلا حافلة الوكالة المستقلة للنقل الحضري استعملها 1.43 مليون أو 1.43 مليون يعني مستعمل بالنسبة لهذه الوسيلة. ثم عندنا أيضا وسائل ديال أو سيارة الأجرة الصغيرة ثم سيارة الأجرة الكبيرة. الفارق المتبقي فهو مخصص لماذا؟ بين المجموع اللي هو 11 مليون نسمة، وبين مستعملي وسائل السيارات الأجرة سواء الكبيرة أو الصغيرة، ومستعملي حافلة وكالة مستقلة للنقل الحضر. هم إذن هناك من يتنقل بوسائل خاصة، وسائل النقل الخاصة، ومتنقلين على الدراجات سواء الهوائية ولا النارية، ولا متنقلين على أقدامهم. إذا من ضمن خصائص ديال النقل الحضري عندنا عنصر ديال التنوع، وعنصر ديال التنوع، وأيضا أن العدد كبير نوعا ما بخصوص هذه يعني الأرقام الخاصة بوسائل النقل المستعملة. الآن العنصر التالي، بعض مظاهر الأزمة التي يعاني منها النقل الحضري بالدار البيضاء. بخصوص مظاهر ديال الأزمة، من بين مظاهر الأزمة التي يعاني منها قطاع النقل العمومي بالدار البيضاء، التطور السريع لعدد السكان مقابل انخفاض عدد الحافلات. عندنا واحد الوتيرة ولا واحد التسارع بين جوج ديال الأشياء بوتيرة اللي هي غير متكافئة، يعني تسارع في عدد السكان في المقابل هو أن بطء في وتيرة تزايد عدد الحافلات. ثم ارتفاع متوسط عدد السكان لكل حافلة، إذ بلغ سنة 2015 حوالي 5387 راكب مقابل المتوسط العالمي الذي لا يتجاوز 1000 راكب لكل حافلة. لماذا؟ لأن إذا قسمنا عدد السكان ديال الدار البيضاء على عدد الحافلات، فإن ذلك أو على وسائل النقل العمومي أو النقل الحضري العمومي
بشكل عام فإن العدد يكون مرتفعا. لماذا؟ لأن هناك قلة في وسائل النقل، وهناك كثرة في عدد السكان الذين يطلبون أو يستعملون تلك الوسائل. ثم تدهور الأوضاع المالية للشركة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء بعد فترة مجد، يعني أنها مرت بفترة مجد، حيث أنها حققت أرقاما مالية مهمة، تراجع مداخل الوكالة حيث انتقلت من 70 مليون سنتيم كمعدل يومي إلى 4 مليون سنتيم بسبب تقادم الحافلات، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من طرف حافلات النقل الخاصة، ثم المنافسة بين سيارات الأجرة الكبيرة ووسائل النقل الأخرى، ثم ظهور ظاهرة النقل السري وتزايد عدد الخروقات القانونية، يعني أن هناك أشخاص يقدمون على مسألة الاعتماد وسائل النقل اللي هي سرية. والجدول أمامكم يوضح لنا يعني تزايد عدد السكان في المقابل تزايد عدد الحافلات مع مرور السنوات. نلاحظ بأن هناك ارتفاع لعدد الحافلات، ولكن ليس كالارتفاع الذي تعرفه أو يعرفه عدد السكان، وبالتالي فعدد أو متوسط عدد السكان لكل حافلة انخفض بعد أن كان مرتفعا بداية من 1995، ولكن ليس بالشكل المطلوب أو بالوتيرة اللي هي مطلوبة. إذن هذا كل ما في الأمر بالنسبة للمظاهر. الآن المقطع التعليمي الثالث، خصائص النقل الحضري بالقاهرة ومظاهر الأزمة به. خصائص النقل الحضري بمدينة القاهرة، عندنا مبيان أنواع وسائل النقل وعددها. إذن بالنسبة لوسائل النقل على مستوى القاهرة نفس الشيء، الحافلات تشكل النسبة الأكبر، تليها يعني وسائل النقل الميني باص، ثم الترامواي، ثم المترو والأوتوبيس النهري. يعني مجموع هذه الوسائل هو 4163 وحدة، يعني النسبة العامة هي 100% بالنسبة لوسائل النقل العمومي. ركز على هذا العنصر، ليس وسائل النقل الخاص. من بين خصائص النقل الحضري بمدينة القاهرة تنوع وسائل النقل العمومي، سيارات أجرة، حافلات، الأوتوبيس النهري، المترو، وغلبت وسائل النقل الجماعي بحوالي 67.9%. ارتفاع عدد السكان بالنسبة لكل حافلة، حافلة واحدة لكل 3428 ساكن. إذا نفس الخاصية أو نفس الخاصية هي مشتركة بين القاهرة والدار البيضاء، هي أن عدد السكان أو عدد الركاب بالنسبة لكل حافلة لم يصل بعد إلى المستوى أو المتوسط العالمي اللي هو 1000 راكب بالنسبة لكل حافلة. هذا بالنسبة للخصائص. الآن الشق الخاص بجوانب أزمة النقل الحضري بمدينة القاهرة عفوا، تتميز حركة السير في القاهرة بالكثافة والفوضى وتنوع وسائل النقل المستعملة، وعلى الرغم من وجود نظام عصري للنقل العمومي فإن فعاليته تبقى محدودة نتيجة لماذا؟ لتقادم وسائل مستعملة وتزيد الضغط عليها. شبكة النقل المعقدة التي هي نتاج لغياب المخطط العمراني أثناء بناء بعض الأحياء، انتشار ظاهرة النقل السري، تجاوز عدد ركاب الحافلات أو الحافلة الواحدة ل 90 شخص. يعني هادو من ضمن مظاهر أو جوانب ديال الأزمة ديال النقل الحضري بمدينة القاهرة. نلاحظ الآن شوارع مكتظة، مثلا الطرقات والشوارع على مستوى القاهرة مكتظة يعني بالكامل. ثم نفس الشيء، لاحظوا هناك حافلات، ثم هناك أشخاص يمشون على أقدامهم أو الراجلين، ورغم ذلك فالشوارع مكتظة. نفس الشيء. إذا الآن ننتقل إلى المقطع التعلمي الخامس أو آخر مقطع، الرابع عفوا، المقطع التعلمي الرابع عفوا، التدابير المتخذة للتخفيف من أزمة النقل الحضري بالدار البيضاء. يعني كأول عنصر ضمن هذا المقطع هو التدابير المتخذة للتخفيف من أزمة النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء. عندنا مجموعة من يعني التدابير المتخذة، من بين أهم التدابير المتخذة للتخفيف من أزمة النقل الحضري بالدار البيضاء هي النقل بالحافلات عن طريق فتح المجال أمام شركة النقل الخاصة منذ 1985، إلى جانب العمل وفق مبدأ التدبير المفوض، اللي هو شكل من أشكال التدبير. عندما لا تستطيع الجامعات أو المدارس الجامعية تدبير وسائل النقل العموم فإنها تفوضها لشركات خاصة، ثم إدخال وسائل عصرية للنقل الحضري كخدمة قطار البيضاء الذي يربط مجموعة من المناطق على مستوى مدينة الدار البيضاء، ثم خدمة ترامواي الحافلات الكهربائية بداية من 12 جانفي 2012، والتي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس. ثم
التنصيص في اتفاقية تدبير المفوض التي وقعت في 5 غشت 2005 بين شركة مدينة باص ومجلس مدينة الدار البيضاء على الرفع من عدد الحافلات من 613 إلى 1200 حافلة سنة 2014، ثم تدشين مجموعة من الخطوط كإجراء لتطوير خط الترامواي. والوثائق أمامكم تبين لنا، أو الصور أمامكم تبين لنا مدى كون هذه الإجراءات، يعني إجراءات اللي هي ذات فعالية، بحال مثلا تنشوفوا خطوط ديال الترامواي، لأن مجموعة من الخطوط التي تربط مناطق مختلفة على مستوى الدار البيضاء، وبالتالي فهي تخفف نوعا ما من مسألة ديال إيش؟ ديال الازدحام على وسائل النقل. بحال مثلا أول خط تم تدشينه سنة بالنسبة للترام أو الحافلات الكهربائية، فهو يمكن من مدى من حركية ديال 200,000 راكب يوميا، وهذا رقم مهم جدا بالنسبة للدار البيضاء، ومهم بالنسبة لتخفيف أو كتدبير وإجراء لتخفيف أزمة النقل الحضري بالدار البيضاء. عندنا يعني صورة للترامواي على مستوى الدار البيضاء، وهو وسيلة ذات فعالية وأبانت عن نجاعتها يعني على مستوى هذه المدينة. ثم الآن بعض التدابير المتخذة للتخفيف من أزمة النقل الحضري بمدينة القاهرة، ما الذي اتخذ وما هي الإجراءات المتخذة؟ من بين أهم الإجراءات المتخذة للتخفيف من أزمة النقل إنجاز مشروع مترو الأنفاق بالمدينة للتخفيف من عبء الاكتظاظ وقلة وسائل النقل بالمدينة، ثم تشجيع الخواص على الاستثمار في القطار، ثم تطوير الجسور للتقليل من الاختناقات التي تعرفها الشوارع. إذا بالنسبة لهذه العناصر عندنا مجموعة من الخطوط، دائما صورة توضح مترو أنفاق القاهرة الذي يعبر مجموعة من المناطق، وبالتالي فهو يساعد على مدى على تنقل الأفراد بشكل سهل وبشكل سلس على مستوى مدينة القاهرة. وعندنا يعني مترو الأنفاق على مستوى القاهرة صورة له. إذا هذا كل ما يهم أهم الإجراءات المتخذة للتخفيف من أزمة النقل الحضري بمدينة القاهرة. إذا الآن نأتي إلى الخاتمة. مع التزايد المستمر لعدد السكان وتوسع المجال الحضري للمدينتين بشكل عشوائي في الغالب، يظل مشكل النقل الحضري مطروحا ما لم يتم التفكير في حله بشكل مندمج، وذلك ما يجعل من الجهود المبذولة من طرف مسؤولي المدينتين غير كافية. إذا الخاتمة تبين لنا بماذا؟ بأن فعلا مشكل النقل الحضري ليس مشكل واحد في قطاع النقل، ولكن هو مشكل مركب. عندما لا نستطيع توقيف وفود المهاجرين نحو المدن، فإننا لا نستطيع أن نوقف أو أن نحل مشكل ديال النقل على مستوى أي مدينة كيفما كان نوع. إذا التدبير المندمج لكافة الأزمات والمشاكل التي تعاني منها المدينة هو التوجه الصحيح، والذي سيمكن فعلا من تجاوز المشاكل. وفي الأخير أشكركم على حسن انتباهكم، إلى درس آخر ولاحق إن شاء الله.